أهلا بكم متابعي قناة شاهد لتعرف. حراس مرمى خارقون استطاعوا صد الكثير الكثير من الكرات الخطيرة بطرق بهلوانية وعجيبة جدا أدهشت جماهير كرة القدم. في هذا الفيديو سنستعرض أغرب 5 تصديات لأغرب 5 حراس في العالم. بدايتنا ستكون من الحارس فيكتور لياندرو، حيث لعب فريق أتلتيكو مينيرو ضد فريق آخر وقد حصل الخصم على ضربة جزاء مما تسبب لفريق أتلتيكو مينيرو بالإحباط، لكن الحارس فيكتور لياندرو يتصدى لضربة الجزاء بطريقة خطيرة وعجيبة جدا ويعيد الأمل مجددا لفريقه أتلتيكو مينيرو. الحارس الثاني أندرياس إيساكسون في مباراة لكأس العالم بين منتخبي السويد والأرجنتين استطاع اللاعب ليونيل ميسي اختراق الدفاع وكاد أن يسجل هدفا قاتلا في شباك المنتخب السويدي، لكن الحارس أندرياس إيساكسون يفاجئ اللاعب ليونيل ميسي بتصديه للكرة بطريقة احترافية تفاجأ بها الجميع. دعونا نشاهد. الحارس الثالث ماتياس كانو. أنقذ ماتياس كانو حارس أوركيزا نادي الدرجة الثالثة الأرجنتيني مرمى فريقه من هدف محقق بتصديه لضربة جزاء بطريقة بهلوانية خيالية في مباراته أمام ديبورتيفو مورون. دعونا نشاهد. الحارس الرابع جوردان آرشر في مباراة لمنتخب أسكتلندا لكرة القدم مع فريق آخر لم نستطع التحقق من هويته، حيث باغتت كرة سددها أحد لاعبي الفريق الخصم تجاه الحارس جوردان آرشر وكانت الكرة في غاية الصعوبة، لكنها لم تكن صعبة على حارس مثل جوردان آرشر. الحارس الخامس والأخير رينيه جيتا الملقب بالحارس المجنون في إحدى مباريات فريق أتلتيكو ناسيونال، حيث تعرض هذا الفريق لضربة حرة ومباشرة قرب منطقة الجزاء، لكن الحارس رينيه جيتا عمل على تصديها بطريقة فريدة وعجيبة لا يمكن للعقل تصديقها. دعونا نشاهد. إذا أردتم مشاهدة الجزء الثاني من هذه السلسلة من الفيديوهات لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات.